أعتقد يعني الصداع ده يعني منتشر انتشار فظيع جدا. هتقول لي طب عندكم في الطب بتقولوا عليه ايه؟ بنقول عليه ان هو اكثر الاعراض. يعني اما اقول نهجان يمثل كم من المترددين على العيادة؟ 17%. طب الصداع؟ 70%. اكثر عرض في العيادات وفي بين الناس هو الصداع. الصداع مهم جدا جدا جدا. حاجة اولا، ما هو الصداع؟ هو ألم في الرأس، هو ألم فوق مستوى الحواجب. أي ألم في هذه المنطقة يترجم على أنه صداع. هو ألم، هو نوع من أنواع الألم في المنطقة دي، في المنطقة دي. طب الصداع ده بيجي لمين؟ بيجي الناس كلها، الناس كلها، صغير وكبير وعجوز وهكذا. يبقى الدكتور اللي بيعالج صداع بمسكنات غلطان، غلطان. الصداع عرض وليس مرض. تاني، الصداع عرض وليس مرض. مفيش حاجة اسمها عالج صداع. طيب هو من ايه؟ لازم اعرف سببه ايه. اذا عرفت سببه انتهت المشكلة، انتهت تماما بالنسبة لي المشكلة. لو عرفت سبب الصداع، اول صداع بنعرفه الصداع نتيجة خبطة. يعني واحد دماغه اتخبطت في حيطة، او هو داخل العربية خبطت في سقف العربية، او طوبة جت فيه، او كرة، بيصدع لمدة بسيطة. عندنا نوعين من هذا الصداع، اللي هو صداع الخبطة ده،